أيتها المواطنات، أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى حزب عدالة والتنمية يقدم لكم عدد من المرشحات والمرشحين اللي جزء منهم كتعرفوهم، عاشوا معكم، مرسوا الشأن العام، كيتواصلوا معكم طيلة هذه الخمس سنوات أو الست سنوات الماضية من الموقع ديال المسؤولية والموقع التمثيلية لكم، وحققوا كثير من الأمور للساكنة، حققوا كثير من الأمور للمدينة، وأيضا حققوا كثير من الأمور على المستوى الوطني من الموقع إما كبرلمانيين أو كمسؤولين في مواقع أخرى. فلذلك اليوم هذه اللائحة ديال حزب عدالة والتنمية جات وفيها كلهم أناس بغاو يخدموا بلادهم، بغاو يخدموا المنطقة ديالهم، بغاو يخدموا المواطنات والمواطنين ديالهم. وكما كتعرفوا حزب عدالة والتنمية كيمارس السياسة من منطلق المعقول والاستقامة والعمل لمصلحة الوطن، وأخذ مصلحة الوطن أول ما قبل كل شيء، وكيقدم مواطنات ومواطنين لكي يأمنوا بهذه القيم وكيمارسوها في الواقع. لذلك كنطلبوا من جميع المواطنات والمواطنين يصوتوا بكثافة يوم الأربعاء 8 شتنبير إن شاء الله. ونقول للإخوان والأخوات اللي عادة ما كيصوتوش، راه واخا انتم ما كتصوتوش راه النتيجة ديال التصويت كتأثر في المصالح ديالكم، في طريقة العيش ديالكم وسط المدينة ديالكم وسط بلادكم، في المستقبل ديال أولادكم، في التنمية في بلادنا. فلذلك اللهم تصوتوا، تشاركوا، تأثروا على حسب القدرة ديالكم، تأثروا، هذا أحسن من عدم التصويت. فلذلك أنا غادي نطلب الجميع يمشيوا يصوتوا بكثافة يوم 8 شتنبير، ولكن أيضا نطلب منكم تصوتوا بكثافة لحزب عدالة والتنمية ليواصل الإصلاح الذي بدأه، ونكملوا عدد من الأوراش المهمة جدا في بلادنا وفي المدن ديالنا، اللي هي أوراش مهمة كتأثر في الحياة ديال المواطنات والمواطنين.